لم يلقى الشباب الصغير من يعلمه هذه العادات والتقاليد. النوبي لا يتمتع الا عاداته وتقاليده، النظافة، الامن، الامان، المصداقية، الطيبة، هذه الصفات المتوارثة تساوي في نفسها المؤهلات. يفضل ان يكون نوبيا. تخيلوا لو فقد الشباب النوبي هذه الصفات عندما يتعامل مع الاخرين، لانه لم يجد مؤسسات او افراد او كبار ينقلوا اليه هذه الصفات. فبالتالي هذا الشباب الصغير بعد عشرات السنين لن يجد هذه الصفات يتحلى بها. خلاص ليه؟ مفيش كبير، مفيش قائد، مفيش منظمات مجتمع مدني بتعمل على نقل هذه الصفات الى هذا الشباب. تركنا الشباب للعمل العشوائي، اختلط الحابل بالنابل، فبالتالي الصفات التي نتمتع بها لن نجدها بعد وقت قريب. انا بقول ان انا راجل طيب وان انا راجل ودود وان انا راجل حبوب، والرسول قال عليا اتخذوا اخا من النوبة، وراجل صادق وراجل نظيف. والدليل على ذلك ان الانسان النوبي اول شيء في هذا المعترك تخلى عن الوظيفة الاساسية التي كان يتحلى بها وهو العمل كطباخ. كان يعمل النوبي طباخ عند الانجليز والطليان والفرنسا، لا لشيء الا انه انظف من هؤلاء، عشان هو كان انظف من دول كان بيعملهم الاكل، عشان هو كان امن واحد في مصر كان بيوقف بواب، عشان هو كان انظف واحد في الناس دي كان بيشتغل سفرجي. لان الى الان مش ممكن تمشي في السوق وتلاقي واحد قذر يفتح نفسك للاكل. فهذه كانت مفخرة وليس معرة. ولكن الاعلام جعل من عثمان سخرية، ونحن امنا بهذه السخرية. المفروض ان نفتقر اننا كنا نعمل في هذه الوظائف عندما استعمروا العالم. بالله عليك النهاردة لو رحت في بيت كده ولقيته بيت معفن وعمل لك اشهد طعام هتاكل فيه، مش ممكن. انما وكل الاسوانيين عندما استهزأ منا اخرين لاننا كنا متقدمين في هذه الخطوة اقتنعنا بهذا الموضوع فتخلينا عنه، ودي كانت اول خطة. وقامت الحكومات بعمل معاهد متخصصة لتخريج المتر وتخريج الشيف. ما هو فرق بين المتر والشيف والطباخ؟ وبعدين يقول لك ده ابني انا خريج بكالوريوس فنادق، دراسات عليا في الفنادق. لا، ده اصلا حارس امن، وجعلوا لها المعاهد والتخصصات ونحن تخلينا عنها. وبالتالي ان لم نستحسن هذه المواقف فالقاتل كثير. وبالتالي نفقد الصفة تلو الاخرى ونتعرى من صفة تلو الاخرى ونحن كالمتفردين. هناك قوميات تعمل على ترميم الكيانات داخل محافظته، ونحن نرجع ان نقيم كيان يحافظ على هذا المنطقة. طيب بعد كده هم عايزين نحاول بقدر الامكان خلال هذه المنطقيات وضعنا على ارض الواقع، ايه الواقع اللي احنا عايشينه، ما هي التهديدات، ما هي مواطن القوة الموجودة عندنا، حتى نستثمر هذه القوة الى اكبر ما نستطيع.
المستدعى ان يتمتع ببعض مواطن القوة لا حدود لها. اولا قلة الاميين في هذا المجتمع. ثانيا كلنا سواسيه كاسنان المشط، وهذه المفروض ان هي قوه وليس ضعف، لان احنا ما عندناش بيوتات، ما عندناش بيوتات وقبائل زي بيت ابو شتيل زي بيت، لا كلنا واحد، كلنا نوبيين، كلنا كاسنان المشط. رغم ان هذا المفروض يكون قوه، ولكنها هي من اكبر مواطن الضعف، لان الديمقراطيه عندنا كلها سواسيه وما بنسمعش بعض. عندما يتحدث احد منا لا يسمع الاخر اخر، ودي هي نقطه من نقاطنا. فعشان كده عايزين نبتدي نحط مواطن قوتنا ايه؟ مواطن ضعفنا ايه؟ طب ايه الفرص المتاحه عندنا احنا؟ لان مجتمعنا مليء بالفرص المتاحه، مليء بالقيادات، مليء بالناس اللي اشتغل. يجي يقولوا ايه؟ لا ده النوبي ما بيخدمش اخوه. ما ينفعش، ما ينفعش. طب ايه التهديدات التي تواجهنا؟ طب مين اللي يعمل الكلام ده؟ هذه المنتديات. لابد ان نعالج الشباب بالتحديات التي تواجهنا على ارض الواقع. عايزين مصر ايه؟ عايزين مصر اول شيء ان تكون هناك قيادات شابه مؤمنه تماما بالعمل من اجل هذه القضيه. بمعنى ان هناك اناس اتصلوا الله لقضاء حوائج الناس، حببهم في الخير وحمل الخير فيه. طيب الناس دول موجودين في القرى بتاعتنا، احنا اصلا شعب ودود محب للاخرين. لماذا لا تكون هناك ملتقيات حتى نجتمع على فعل الخير فيما بيننا؟ لماذا نعمل شتات؟ تشجيع تبادل الافكار والخبرات بين القرى اللوبيه. النهارده العلاقه اللي المفروض تكون بين جبل تنور والجزيره وغرب السين وجزيره اسوان والى اخره لا تكون علاقه انتخابيه. ما بنشوفش بعض غير ايام الانتخابات وبيشكوا الانتخابات عشان هذه القصه. وبعدين من عندنا الحماس الوقتي والذي يكتب بعض الواقع، حماس وقتي انما ليس حماس مستمر. اقامه الحوار فيما بيننا حتى نتعلم لغه الحوار ولغه تبادل الافكار فيما بيننا. احنا شعب زي ما قلت يا جماعه ما فيش واحد فينا امي، شعب متعلم لمئات السنين ولكن لم نستغل هذا التعليم. الذين وفدوا الينا جاءوا هاربين خائبين وتوحدوا عندنا، ونحن جئنا متوحدين وتفرقنا عندنا. فبالله عليكم هذه الامور لابد ان نتخذها ونضع عليها علامات كثيره. لابد ان نتحد على المفلس ويفرز الكيان النوبي في المراحل القادمه القيادات والصف الثاني تلقائيا. احنا عارفين عندنا 10 دول فلان وفلان 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 وفلان. من الذي يحتل المنصه؟ ومن الذي يجلس في الصف الاول؟ ومن الذي في الصف الثاني؟ ومين يخش مجلس الشعب؟ ومين يخش مجلس الشورى؟